بك يا بلدي وحبي ليك يا أمارة. اللي فيك الحبايب أهل وجار وجارة، ولو خيروني ولو حكموني ولو قالولي هعيش في قصور، أنا عشت فيك تحلى ولو سكنوني في حارة. الله عليك يا قطقط يا ملك الموال،
ينام ياد 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 فلقتينا ياد. يلا بقى يا كوكي ما قبلناش الكلام بقى. يا كوكي يا كوكي يلا يا كوكي انكل وصل يا كوكي يلا بسرعة نروح الحارة يا كوكي. انكل واقف في الممنوع وهياخد مخالفة وهيكلبش يا كوكي. قطقط ايه؟ ايه الدوشة اللي انت عاملها دي يا قطقط؟ دوشة ايه بس؟ انا شاطر ما نادي عليها مش كده؟ مش انا شاطر كده؟ شاطر ايه وخايب ايه بس يا قطقط؟ المفروض ان احنا نراعي مشاعر الناس اللي حوالينا. طيب انا عملت ايه غلط بس؟ انا بنادي على كوكي، ايه الغلط في ده؟ يا قطقط صوتك عالي جدا، مش ممكن حد من جيرانك دلوقتي يكون تعبان ولا نايم؟ فعلا انا ما فكرتش في الموضوع ده خالص. فعلا يا قطقط يا قطقط لازم نراعي شعور جيراننا واصدقائنا. لا فعلا انا اسف خالص، وخصوصا النهارده. ليه بقى يا قطقط خصوصا النهارده؟ ايه اصل جارنا، واحد جارنا يعني زعل مني لان كان صوتي عالي قوي. واحد جاركم؟ مستر محسن تبشير. الغريب اكتر انه ساكن في اخر دور في العماره جنب التشيش، مش عارف بقى زعلان ليه ده يعني. ساكن فوق وسمع صوتك؟ وتخيل زعلان كمان. ملوش حق يا قطقط. ايه ده ملوش حق؟ ايه ده شكلك انت اللي زعلان؟ ايه ده انت انكل اشرف؟ انا مش هو زعل من ايه بس؟ لك شخصية وصوت مسموع. جاهد ذاكر فكر ده
احنا اسفين يا قطط ان الكلام ده حصل عندنا في الحارة. معلش بقى يا قطط، هو مرجان عصبي قوي وما بيحبش الدوشه. بصراحه يا قطط يا حبيبي كل الناس مش بتحب الدوشه. تقصد الصوت العالي؟ طبعا يا كوكي، الصوت العالي ده بيسبب لنا مشاكل كتيره جدا، ده غير ان اثرنا في حياتنا وبيوتنا كل الناس بتعرفها من صوتنا العالي. فعلا يا يونكي، كل الحاره عرفت ان حضرتك وقعت في الشارع. ما انا عرفت يا بولا، ده حتى بابا اتصل بيا وقال لي اجي اطمن على حضرتك. ايه ده؟ طب وهو عارف منين؟ واحد صاحب بابا كان قاعد على القهوه سمع قطط وهو بيحكي. يا نهار، ده حتى جيراننا يا انكل اشرف زعلوا من صوت قطط العالي. انا بقى مش زعلان من قطط، بس لازم يا قطط تبقى عارف ان الصوت العالي ده هيعمل لك مشاكل كتير. انكل اشرف، القصه دي مظبوطه؟ حالا يا قطط. طيب اقول لك باي باي بقى دلوقتي واكلمك تاني. سلام. ايه في ايه؟ هو ايه اللي فيه ايه يا قطط؟ انت مش حاسس انت عامل ايه؟ مش كفايه صوتك عالي ومسمع الكنيسه كلها ان سعادتك بتتكلم في التليفون، كمان بتقول اسرار البيت لاصحابك. انا ما قلتش اسرار خالص. كل ده يا قطط وما قلتش اسرار؟ لا لا لا، ما حدش قال لي في البيت ان ده سر وما اقولوش لحد. بص يا قطط، اي حاجه بتحصل في البيت، اكل شرب لبس، كل ده يعتبر اسرار بيتك، ما ينفعش تقوله لحد، حتى اصحابي. طبعا يا قطط، علاقتك باصحابك بتكون خاصه بيك انت، خاصه بتفاصيل حياتك انت، مش حياه بابا وماما واخواتك واللي بيحصل في البيت. شيء غريب. هو ايه اللي غريب يا قطط؟ ايه ده، انا كنت فاكر ان لما اقول كده يبقى انا بزود الصحوبيه. لا يا قطط، الصداقه ليها حدود في المعاملات. يا ربي، يعني اللي بيحصل ده مش ممكن. مالك يا كوكي؟ متضايقه كده ليه؟ تخيل يا انكل اشرف ان ايمن صاحب قطقط باشا يكلمني ويسالني انتم اكلتم من الاكل الكتير اللي بابا وماما اشتروه. ادي النتيجه هي قطقط. لا ده غير كمان انه بيسالني اخبار ماما وبابا ايه. ايه رايك بقى في الكلام ده؟ اقر واعترف انا قطقط ان كل حاجه بعملها بحسن نيه بتعمل مشكله حقيقيه. طب والحل؟ عرفت واقريت ان مش هقول اسرار بيننا لاي حد. كل اللي بيحصل في البيت مفيش حد يعرف بيه اي حاجه. نفسي اصدقك. اهلا، ازيك يا قطقوط يا جميل. غريبة قوي، قطقط مش بيتكلم. قطقط لو ما ردتش عليا يا قطقط انا هزعل منك وهقوم. ايه ده، انت بتفكر ترد عليا ولا لا؟ طب ماشي يا قطقط، انا بقى زعلانة وهقوم. لا 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 خلاص خلاص، بس اصلي متضايق شوية. ليه يا قطقط؟ يعني متضايق حبتين كده. طب تعالى 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 نحضر الترانيم وبعدين نبقى نتكلم. لا لا معلش بلاش. ليه يا قطقط بلاش؟ لاني متضايق جدا وزعلان، واللي بيرنم ويسبح لازم يكون فرحان ومبسوط. مين اللي قال الكلام ده يا قطقط؟
قطقط طبعا. لا يا قطط، الترنيم والتسبيح في كل الاوقات. مش فاهم، ممكن ارنم وانا متضايق؟ اه طبعا يا قطط، ممكن ترنم وانت متضايق، لان التسبيح والترنيم ملوش علاقه احنا مبسوطين ولا متضايقين. وبعدين يا قطط، التسبيح ده يعني احنا بنشكر فيه ربنا وبنعترف بجماله وروعته. وفي وقت الضيق نعمل ايه؟ نعمل زي داود النبي بالظبط. وعمل ايه داود النبي؟ داود النبي كان دايما بيسبح ربنا، وفي وقت الضيق قال لانه تعلق بي انجيه، ارفعه لانه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له، معه انا في الضيق انقذه وامجده. يعني انا يعني معنى كده ان في ضيقي وفرحي وحزني وألمي اشكر ربنا؟ طبعا يا قطط، لازم نشكر ربنا من هنا. مش فاهم. نشكر ربنا ونطلبه ونسبحه من قلوبنا. الهي هو قوتي وتسبحتي. يلا قول معايا يا قطط. الهي هو قوتي وتسبحتي. برافو عليك يا قطط. جديد.
بتعمل في غلط بيزن. ليه تسيب نفسك بسهولة تتكعبل في غلط بيزن؟